أعلن نادي قطر فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف البلالي بالتراضي. نادي قطر ذكر في بيان له أن فسخ العقد مع الدولي الجزائري كان بالتراضي بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية. وكان عقد يوسف البلالي مع نادي قطر يمتد إلى غاية يونيو حزيران عام 2023. هذا وأكد الدولي الجزائري لبي إن سبورتس أن وجهته المقبلة ستكون أحد الدوريات الأوروبية، وذلك بعد أن أبان عن مستويات جيدة في منافسات كأس العرب فيفا قطر 2021 المقامة حاليا على الأراضي القطرية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في بلوغ محاربي الصحراء للمشهد الختامي الذي سيواجهون فيه المنتخب التونسي السبت المقبل في استاد البيت المجلي بالخور.